الرماية مش من السهل، يعني مش من السهل إنه أحمل سلاح وأطخ، لا، لازم أنا أعرف أكون كيف أنا أرمي، وين حرمي، مش بعشوائية، لأنه هذا الشيء خطر، لا سمح الله ممكن أنا أذي شخص عزيز جدا علي أو عزيز لناس تانيين. أنا اسمي منال الفارس، رميت المنتخب الأردني بسلاح، أعتبر المدنية الوحيدة في المنتخب، برمي سيدات 10 متر. التحقت بالمنتخب الأردني من حوالي سنتين، شاركت في بطولات أردنية داخلية وطبعاً خارجية عربية وآسيوية. أي شخص بيقدر يكون رامي، أهم شيء إنه يكون أعصاب رايقة، نقطة تركيز عالية، بنية سليمة، نقول مش قوية، يعني لازم تكون قوية سليمة، لأنه ممكن تاخذك يعني تدريب من ساعتين لأربع ساعات، بدك تكوني واقفة بثبات بدون حراك. طبعا هاي بدها قوة تحمل عالية جسمية وعقلية. طبعا اهم شيء قبل ما احنا نمسك السلاح في لازم يتوضح لنا قوانين للسيفتي. اهم شيء انه مثلا قبل ما تمسك السلاح نعرف انه هو في معبى ذخيره مش معبى ذخيره، يكون اتجاه المسدس لوين، كيف طريقه المسك، يتدرب مثلا الشخص اللي اول مره بيمسك سلاح يتدرب على الفاضي اول. هلا الرمايه لبسها بيعتمد ايش انا عمالي بدي ارمي، يعني مثلا الرمايه على الضغط الهواء اللي هلا انا برمي عليه بحتاج ل بوت خصوصي على اساس منشان يساعد على التوازن، نظاره يفضل نظاره وقايه للعين، للاعبين المحترفين مثلا يكون أشط على أساس للتركيز يحط إيده عليه حتى يركز. بالنسبة للخرطوش أو بالنسبة للتسعة اللي احنا بنصنفها الأسلحة القاتلة، طبعا ضروري جدا سماعات الإذنين مشان ما نأذي إذنينا، طبعا النظارة برضو للحماية. بالنسبة للرماية ما في سن محدد، يعني أي شخص بيقدر نقول من سن 12 سنة ولغير محدد، يعني بطل العالم الأمريكي عمره 65 سنة. طبعاً كوني أم وعندي أولاد وبنات أنا شجعتهم على الرماية، صحيح هي نوعاً ما خطرة بس قد ما أنا شايفة إلها فوائد. أيوة. وخلي اللي بده مثلا يطخ ولا جاع باله يطخ، في نوادي موجوده يجي عليها، لانه انت لما تيجي على النادي والمدرب يكون موجود، يعني مش كل من رمى يعني بدك ترمي الرمايه الصح.